السالك ناجيه. عندي وليدي ولدي ضاربينو الشفاره كانوا بغا يغتصبوه، ضربوه العام الاول وقطعوا لي 4 العصبات من يدو وخسروا لي وجهو، ودابا ما عنده لا حاله المدنيه لا لاكارت لا والو. ضربوه كانوا بغا يغتصبوه، كنشرب معاهم كانوا كيشربوه وكنشرب معاهم، وكانوا وبغا يغتصبوه ناضوا ضربوه، تحاموا عليه هما جوج وهربوا. ودابا كيطلب من الله والمحسنين يتعاونوا معاه، ما بينه وبينهم حتى حاجه، عا كيسكر معاهم ما شرب معاهم، ما بينه وبينهم حتى شي حاجه، شرب معاهم وداكشي. وناضوا بغا يشدوا يغتصبوه، ملي ناض بغا يحامي على راسو ضربوا قطعوا لي 4 العصبات من يدو وخسروا لي وجهو. دابا كيقول هو يا مسكين، هو يا الراجل اللي ضربو مات وداكشي كباقي عا ولدو، هما جوج هو وباه، كانوا هما 4 اللي ضربوه، وان واحد هو وباه عرفو والاخرين ما عرفهمش، الجوج الاخرين هربوا ما عرفهمش، ما كيعرفهمش. اه هو دابا ملي بغاو يشدوا يغتصبوا داكشي ضارب معاهم في الوقت، فاش ضارب معاهم داكشي ضربوه بالسيف، طيحوا لي اليد عاد خسروا لي وجهو. جاو الناس تجمعوا في كوه تمايا في الكوارة ديال الهراويين، خرج هو يطاح، ملي طاح داو الناس لابيلانس هنايا في هاد بيريزكو، ما قبلوش لا ما اغتصبوش ديك الساعة، ما قربوش لي، جاو الناس وداكشي بقى طاح، جاو الناس في كوه جابوا لي لابيلانس داوه داو الميريزكو ما قبلوش، ما عندوش لا كارط ولا الحاله المدنيه، داو سيدي عثمان ما قبلوش، عاد جابوا له هنايا الكلينيك ديال سيدي عثمان، وقفوا معاه الناس وداك الشيء كيعرفوني هنا في المارشي، داروا لي العمليه بمليون ونص، ورجعت عندهم وطلبتهم داك الشيء بدارهم. انا كنقول لهاد العصابه كنقول لهم بغيتهم يتعاونوا معاه عير باش يخدم ويصاوب الحاله المدنيه، ما بغيت نقول لهم والو. دابا الراجل اللي ضربو مات الله يسامح ليه بقى عولده تا عند الله، قالوا ناخذ منه حقي. دابا اللي كنطلب من ولدي بغيت منه الحاله المدنيه، وبغيته باش ولات عنده عاده مستديمه، بغيتهم يوقفوا معاه، لا كيحركوني من مدير ما يقدر يفورسي بها ما والو، بغيت من الناس اللي تعاونوا مع المحسنين الله يخلصهم باش يولي يخدم ويصاوب الحاله المدنيه توا بحال الناس. عنده 24 دابا فين ما مشى كيجريو عليه، ما كيقبلوش ما كيخدموش، كينعس في الكرارس ديال المسيره. اه ولدي مكرفس وانا مكرفسات، انا كنعس في المارش، ما عندي لا باش نكري لا والو، كنسواني على الحلاقم وعلى رجليا مريضه، يلا ما نوضونيش الناس ما نوضش، راه كلهم الناس كيعرفوني العساسه وكلشي كيعرفوني. اه بغيت نعاون ولدي زعما ونساعدو باش هو يساعدني باش يصاوب الورقة داكشي، هو يساعدني يكري ليا ويعاود يخلص ليا الكرا. رزاوني بولدي ما بقى قادر يخدم ما والو، كنحوزو من الله ياخذ فيهم الحق، هادشي اللي غنقول لهم. هما عندهم الفلوس وعندهم الديور وداكشي، انا ما عندي لا دار لا والو، انا كنبات انا ولدي في الزنقة، كلهم الناس سولهم عليا من الكبير حتى الصغير، كلهم كيعرفوني. وقع هنايا في الهراويين الكوارة ديال الهراويين، والعام الاولين في العيد الكبير، ما بقات 4 أيام من العيد الكبير. معصب هو كيبكي ليل ونهار، كيقول لي غادي ننتحر، كيبكي وكيقول لي غادي ننتحر مع الدب، كيقول لي انا غادي نقتل راسي، جا عندي على البارح قال لي انا غنقتل راسي، انا طلع لي الدم، ما عندي لا حاله مدنيه لا والو، الصحه عطبوني فيها، مشى عند امهم وداك الشيء، قال لا عيد دوري معايا واخا 20,000 باش ندير بيعه وشري ديك الكروسه، قالت لي هاد المره مشيتي على رجليك ومره اخرى غادي نقتلوك، ما تبقاش تمشي على رجليك. كنشوف ولدي راجل كيتعذب وما لقيتش لي الجد، وهي بغا يغتصبو. سول اسيدي وانا عاد انا مرا، انا راه انا ضاربيني ليدي، هي عندي تصويره نوريك، مكرفسين عليا الشمكاله وضربوني، ها هي عندي تصويره ديالي ديال يدي تشوف. دابا كاين في المسيره كينعس في الكرارس ديال المسيره، ما عنده لا باش يكري لا باش يخدم لا والو، البلاصه اللي مشى لها ما كيتيقوش، كيقولوا لي ما عندكش الحال المدني ما عندكش لا كارت ما والو، وانا كنبكي ليل ونهار ما لقيتش لولدي الجد، وانا براسي ما لقيتش الجد، انا براسي كنتعذب، لا ما لاقي لا فين نصبن ولا فين نعوم ولا فين نعس، ولا كنبقى حتى لجوج الليل ثلاثه كنمشي للموقف برا باركين بحال هذا، كنتكى على الشجره ومتغطى بالزيف ديال راسي ونبقى ناعسه، لا نعاس لا حاله، لا في عمري 64 عام ماشي تا، كنت كابره في مبروكه في واحد الدار ديال الكبانيه كنخدم بها جدي 64 عام كل حياتي دوزتها فيها، لا عندي الاخرين وداك الشيء ما كيسولوا عليا ما ولا عندي 5 اخرين، دريه مات راجلها خلاها في العمران ما كتجيش عندي ما كتسولش فيا، الدري عنده ظرف اناسي وظرف مديون، هذا اللي قريب ليا مسكين مكربس كلهم لاباس عليهم، واني ما عييت مع مولدي ما كيسولوا فيا ما والو. انا بغيت المسؤولين من الله وربي يخلصهم ويوقفوا معايا وانتشروا لي هذا سمو الكلام اللي قلت، المحسنين يتعاونوا معايا الله يخلصهم بخير وعلى خير باش نداوي ولدي ونكون تا هو يخدم تا هو يولي بنادم يدير لاكار. الله يجازيكم بخير اخوتي خواتاتي، الله يعمل صدر ربي يطول عمركم، المحسنين والمحسنات الله يكثر خيرهم.